الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق غدا الاثنين. تكثيف الرقابة على الأسواق والتحرك الميداني والتواصل مع المواطنين هي أبرز ما تناوله لقاء رئيس الوزراء مع المحافظين. قوات الجيش الوطني الليبي تستعيد السيطرة على ميناء السدر ورأس لانوف بعد معارك عنيفة مع جهاز حرس المنشآت النفطية. غارات جوية تستهدف أحياء حلب الشرقي للمرة الأولى منذ بدء الهدنة، وروسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، 8 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل، وأنا أستهلها من نيويورك، ولكن بعد فاصل قصير. تفاصيل الأنباء من قناة النيل، أهلا بكم. وصل رئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيويورك في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق غدا الاثنين. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء. يشارك الرئيس السيسي الأربعاء في قمة مجلس الأمن الدولي حول تطورات في الشرق الأوسط، والتي ستولي اهتماما خاصا بملف سوريا وليبيا. نشاط دبلوماسي مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي يشمل لقاء عدد من قادة دول العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا. كما يشارك الرئيس في عدد من الاجتماعات الهامة بالأمم المتحدة. موضوعات عدة مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. من أبرز هذه الموضوعات الحرب ضد الإرهاب وقضايا التنمية والمناخ وغيرها من الملفات. وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر النصر اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى عام 2017 مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإمائي في مصر مصطفى بن مليح. جاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 71 بمدينة نيويورك الأمريكية.
التعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة والذي وقعته مصر عام 2013 أهم ما تضمنته الاتفاقية الإطارية للشراكة مع الأمم المتحدة والتي وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر المصطفى بن مليحة. التعديل اللي قمنا فيه هو أن يركز على القضية هذه، وكذلك يركز على أن الشراكة هي الشراكة ما بين مصر والأمم المتحدة، لمصر تأخذ يعني القيادة وتكون هي تملك الشراكة هذه، في ويكون عمل ما بين الأمم المتحدة ومصر ليكون فيه فعالية أكثر لعملنا. الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولية أكدت أن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن الحكومة تنفذ برنامج إنمائي يركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. قدرنا أن احنا نتفاوض مع الأمم المتحدة بقالنا تقريبا 6 شهور على تعديل اتفاقية توقعت في 2013، اللي احنا كنا حريصين أن احنا نكون الاتفاقية الإطارية تكون ممثلة لبرنامج الحكومة. دلوقتي في برنامج الحكومة، يعني بقول برنامج مصر، الحكومة وضعت أول مسودة، ولكن بالتشاور مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، الجمعيات، الشباب، المرأة. وزارة التعاون الدولي من جانبها قامت بعمل مشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وفريق عمل الأمم المتحدة لتتناسب التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية وفي المشروعات التي توفر معيشة أفضل للمواطنين. من مقر وزارة التعاون الدولية، ولائي الحديني، النيل. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. كيف تتابع مشاركة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة وأن زيارته ستشهد بعض اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول العالم؟ طبعا هي زيارة مهمة للسيد الرئيس، وخصوصا ان الجمعيه العامه للامم المتحده هي يعني بمثابه اكبر محفل دولي، وبتمثل فيها جميع الدول الاعضاء في المنظمه الدوليه، واللي بيبلغ عددها اكثر من 190، وهي بتعقد اجتماع سنوي من سنه 1945 حتى الان، وبالتالي ده الاجتماع رقم 71. من حيث التوقيت بتاتي هذه الزياره بعد استكمال مصر لبنائها المؤسسي، وبعد تمثيلها في مجلس الامن كعضو مؤقت، وفي فترة بيواجه فيها العالم حقيقة عديد من القضايا الهامة. والقضايا الهامة دي هي تخلينا حتى يمكن ناخد بعض الأفكار أو بعض التوقعات عن خطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بيقدم الحقيقة رؤية مصر تجاه القضايا المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية، وأيضا ربما يكون هناك عرض للتطورات الداخلية الحقيقية اللي حدثت في مصر. أهم القضايا الهامة اللي واجهها العالم في هذه الأونة وفي هذا التوقيت، نتكلم عن قضايا المهاجرين واللاجئين، الصراعات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، تنامي ظاهرة الإرهاب، متاعب اقتصادية بتواجه العالم ككل، التغيرات المناخية واللي بتمثل تحدي للعالم، أيضا ربما أتوقع أن يكون هناك لقاءات ثنائية على هامش اجتماع الجمعية العامة بين السيد الرئيس وبين زعماء لدول مختلفة ومتعددة، ودي اللي بتعرف في السياسه وفي الدبلوماسيه باسم دبلوماسيه القمه. وخصوصا ايضا ان مصر يعني تولى رئاسه مجلس. بشكرك جزيل الشكر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد أن أقره مجلس النواب. ويلغي القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لعام 1991، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المحافظين بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشكلات والتأكد من توفر الخدمات والسلع وكذلك مراقبة الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد اليوم، وجه بعقد اجتماع شهري لمجلس المحافظين لتحقيق المزيد من التواصل والمتابعة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإعداد الجيد للانتخابات المحلية، واضحا أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المفترض أن يمنح المحليات قدرا أكبر من اللامركزية. وعقب اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظين، قال وزير التنمية المحلية دكتور أحمد زكي بدر إنه لا قرار أو مؤشر على تأجيل انتخابات المحليات. وستعقد لجنة الإدارة المحلية الثلاثاء والأربعاء القادمين جلسات لبحث قانون الإدارة المحلية تمهيدا للتصويت عليه في دور الانعقاد الثاني للبرلمان. انتخابات بتبدأ بالقانون، القانون أقر مجلس الوزراء فعلا في جلسة يعني منذ حوالي أكتر من شهر، وتم إرساله لمجلس الدولة، وتم إرساله أيضا لمجلس النواب. والأسبوع اللي قبل العيد كان في جلسات مكثفة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وإن شاء الله هذا الأسبوع يوم الثلاث والأربع بإذن الله في جلسات ممتدة طوال اليوم الثلاث والأربع علشان استكمال المناقشة، بحيث أنه إن شاء الله عند بداية الدورة الجديدة تكون اللجنة إن شاء الله تكون انتهت منه، وبالتالي يعرض بإذن الله على الجلسة العامة للمجلس لإقراره. ومجرد ما يعني ما فيش كلام خالص عن التأجيل أو عن خلاف داخل اللجنة أو عن خلاف بين الحكومة واللجنة، القانون وافق عليه مجلس الوزراء، قدم لمجلس النواب. مجلس النواب هو السلطة التشريعية، هو اللي بيصدر القانون في صورته النهائية، بيجري مناقشته مع الحكومة، وما يتفق عليه وما يصدره مجلس النواب بإذن الله هو ده هيكون القانون، وبمجرد صدوره بإذن الله تبدأ إجراءات الانتخابات. كما أكد وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمسألة الأسعار، وأشار إلى الدور الكبير لمفتشي ومباحث التموين التي تتعامل مع تخزين السلع والرفع غير المبرر للأسعار. الأسعار ده موضوع مهم جدا، والحكومة بتولي له اهتمام كبير، وبيتم السيطرة عليه عن طريق عدة يعني أمور. أولها أنه توفير السلع هو اللي بيقضي على الأسعار العالية، فالحكومة منذ فترة طويلة حرصت بمساعدة القوات المسلحة ومساعدة أجهزة الدولة المختلفة وطبعا وزارة التموين انها تعمل منافس كتيرة للتوزيع، بتضخ كميات من السلع الجماهير محتاجاها وبأسعار مناسبة. وده يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت، والسادة المحافظين عرضوا النهاردة ان الحمد لله في معظم السلع اللي بيحتاجها الجماهير، الزيت والرز والسكر والحاجات دي متوفرة ومفيش فيها يعني مشكلة. الزراعة الاخرى بقى، كما اكد وزير التنمية المحلية قرب الانتهاء من جميع المدارس تحت الصيانة
وذلك استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد الأسبوع القادم. وأشار أيضا أن رئيس الوزراء وجه باستمرار معارض الأدوات المدرسية وتوفير مستلزمات المدارس. الاستعداد للدراسة، السيد وزير التربية والتعليم السادة المحافظين عرضوا الاستعداد للدراسة، الانتهاء من صيانة أو قرب الانتهاء من صيانة جميع المدارس اللي تحت الصيانة عشان بدء العام الدراسي إن شاء الله الأسبوع القادم، ما عدا بعض المدارس اللي محتاجة صيانة جسيمة اللي بتاخد وقت أطول من الأجازة الصيفية. المدرسين وتوزيعهم وتواجدهم واستكمال الأعداد في التخصصات المختلفة في كل مدارس الجمهورية، المعارض المستلزمات الدراسية في المحافظات، والسيد رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تستمر هذه المعارض أطول فترة ممكنة بعد بداية الدراسة عشان توفير المستلزمات الدراسة والأدوات المدرسية والمكتبية بأسعار مناسبة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أحمد، يعني أهم ما جاء في التوصيات التي خرجت خلال اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد اليوم؟ يعني هو بالفعل كانت هناك توجيهات عدة للمهندس السيد المهندس شريف إسماعيل لرئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمجلس المحافظين بتشكيله الجديد. هناك توجيهات خاصة فيما يخص التعامل والتواصل المستمر مع المواطنين، وأيضا ضبط الأسعار ومحاولة التأكيد على الرقابة وتجديد الرقابة على الأسعار وعلى التعامل أيضا مع التجار الجشعين في بعض المحافظات. وجه السيد رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من التواصل والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات أيضا وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات. أشار السيد رئيس الوزراء أيضا إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، وأكد أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدرا أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى ويعني تسعى الحكومة إليه باعتباره هدفا استراتيجيا للدولة. طالب أيضا السيد رئيس الوزراء ضرورة التواجد وسط المواطنين والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل أيضا في حل المشكلات قبل تفاقمها. أيضا وجه السيد رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن وخاصة على الطرق السريعة. وجه أيضا بإعطاء تركيب العدادات الكودية أهمية خاصة لضمان تحصيل تحقيقات الدولة وأيضا ترشيد استهلاك الكهرباء. السيد رئيس الوزراء أكد أيضا أن زيادة عدد المدارس هو من أهم الأهداف الاستراتيجية للحكومة في خلال المرحلة الراهنة، وطالب المحافظين أيضا بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، خاصة وأن الدولة تولي أهمية قصوى للتوسع في إقامة المدارس. هناك تأكيد على إنشاء ما يقرب من 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات لإنشاء المدارس عليها في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، أحمد أبو الحسن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. صدق الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء. تختص اللجنة بالذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن الامتناع 30 عاما، يتم تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم والرد أيضا على كافة الاستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين، وكذلك خلال الفترة من 24 وحتى 29 من سبتمبر الحالي. ذكرت القوات المسلحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقدمها القوات المسلحة للتيسير على المواطنين من أبناء القبائل والعشائر المقيمين بمناطق وسط سيناء والذين تخلفوا عن التجنيد ولم يتم إنهاء مواقفهم التجنيدية.
قالت قوات الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد أنها استعادت اليوم السيطرة على مينائي سدر وراسلانوف بعد أن شن جهاز حرس المنشآت النفطية هجوما مضادا اليوم وسيطر على إحداهما لفترة قصيرة. السدر وراسلانوف كانا ضمن أربعة موانئ انتزعت قوات الجيش الوطني الليبي الموالية للمشير خليفة حفتر السيطرة عليها من جهاز حرس المنشآت النفطية يومي 11 و12 من سبتمبر الجاري. يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية غرب بنغازي. في غرب ليبيا قتل ثلاثة من عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في شبكة عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت. وقد أوضح المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن المدفعية الثقيلة تستهدف المواقع التي تختبئ فيها فلول داعش في المدينة. قد ساد الهدوء على مدى الأسبوعين الماضيين جبهات القتال في سرت، حيث تحاصر القوات الحكومية عناصر التنظيم الإرهابي في حي واحد فقط. أعرب مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن شكره وتقديره لتعاون مصر على أساس يومي لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه يطالب بحوار شامل بين جميع أطراف الأزمة الليبية. ووصف كوبلر قبيل مغادرته مصر مباحثاته في القاهرة بأنها كانت بناءة ومنفتحة مع المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية وفايز السراج رئيس مجلس الوفاق الوطني وآخرين، مؤكدا أن من حق الليبيين أن يقرروا مصير بلادهم وأن جميع دول الجوار خاصة مصر تلعب دورا هاما في هذا الصدد. طالبت الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية إجراء تحقيق شامل في غاراتها التي استهدفت الجيش السوري بدير الزور والتي أسفرت عن مقتل نحو 80 جنديا سوريا. نفذت وحدات من الجيش السوري بدعم من سلاح الجو نفذت عمليات نوعية مكثفة على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور. We convened the consultations of the Security Council because the United States has bombed the Syrian armed forces in Deir ez-Zor. حرب دبلوماسية تأججت بين موسكو وواشنطن جراء استهداف قوات التحالف الدولي مواقع للجيش السوري قرب المطار في مدينة دير ez-Zor وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 جنديا. مصادر أفادت أن هذا الهجوم يعد الاشتباك الأول من نوعه بين الجيش السوري والولايات المتحدة منذ أن بدأت الأخيرة في استهداف تنظيم داعش في سوريا والعراق قبل عامين، وجاء في وقت حرج في عمر الجهود الروسية والأمريكية لتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا. الخارجية الروسية وعلى لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا طالبت الولايات المتحدة بضرورة إجراء تحقيق شامل في غارتها التي استهدفت الجيش السوري بدير الزور، وأقرته الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد داعش، وقالت إنه جاء ربما عن طريق الخطأ. وأضافت الخارجية الروسية أن تلك الغارات قد تهدد تنفيذ كل بنود الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار، وأن تصرفات طيار التحالف الدولي تتراوح بين الإهمال الإجرامي والتغاضي المباشر عن إرهابي داعش. الجيش السوري بدوره شن معارك عنيفة قرب مطار دير الزور مكنه من استعادة معظم النقاط التي تسلل إليها داعش في جبل فردة بغطاء جوي كثيف من الطائرات الروسية والسورية، وتحول من دور الدفاع إلى الهجوم في المنطقة، بينما شن التنظيم الإرهابي هجوما ضد مواقع الجيش عقب الغارات الأمريكية مكنته من إسقاط طائرة لهم والسيطرة على جبل فردة بعض الوقت. كانت واشنطن وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق في سبتمبر الحالي ينص على وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ ضربات مشتركة ضد الإرهابيين في سوريا، إلا أن الدولتين تتبادلان الاتهامات حول عرقلة تطبيق الاتفاق. قصفت طائرات حربية مدينة حلب في شمال سوريا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان هدنة مدتها 7 أيام قبل نحو أسبوع. أصابت أحياء كرم الجبل وكرم البيك وصخور والشيخ خضر، وورد التقارير عن وقوع إصابات. كانت الولايات المتحدة وروسيا قد توصلا في بداية الشهر الحالي إلى اتفاق بدأ بموجبه وقف لإطلاق النار في سوريا يستثني تنظيم داعش وجبهة فتح الله. من جانبها اتهمت روسيا فصائل سورية مسلحة بانتهاك وقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور
كونشيكوف إن الفصائل المسلحة تستخدم الهدنة من أجل تعزيز قواتهم والاستعداد لتجدد الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تحاول حتى إلزام المعارضة بوقف إطلاق النار. أعلن لبنان أنه غير قادر على استيعاب اللاجئين، حيث تستضيف حاليا أكثر من 1 مليون لاجئ، ما يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4.5 مليون نسمة. ويؤثر ذلك بالطبع على كافة الخدمات، خاصة قطاع الكهرباء الذي يشكل تحديا هاما للحكومة اللبنانية وسط سخط كبير من جانب اللبنانيين. النزاعات السياسية دائما ما تكون عنوانا لكل أزمة في لبنان، ليس فقط بسبب زعمائها بل من دول الجوار، خاصة ما تمر به سوريا حاليا من حرب أهلية مستمرة منذ 5 سنوات، حيث أصبح اللاجئون السوريون يمثلون عبئا كبيرا على اللبنانيين الذين يشتكون أصلا من نقص الخدمات. لبنان التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها غير قادرة على استيعاب اللاجئين تستضيف حاليا أكثر من 1 مليون لاجئ، ما يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، ويؤثر ذلك بالطبع على الخدمات كافة، خاصة قطاع الكهرباء الذي يشكل تحديا مهما للحكومة اللبنانية وسط سخط كبير من اللبنانيين. نحن اليوم بلبنان في أكثر من 1.5 مليون نازح سوري عم يصرفوا كهرباء، هودي ما كانوا بالحسبان بحيالله دراسة وضعت سنة 2010، ولا كانوا بحسبان المشاريع التي أطلقت. وتعاني شبكة الكهرباء اللبنانية من الكثير من المشاكل على مستويات النقل والتوزيع مقابل خدمة متدنية جدا مقارنة بالمستويات القياسية، بينما لا تزال منظمات عدة تحذر من وطأة تدفق أكثر من 1 مليون لاجئ على أي بلد، خاصة في بلد مثل لبنان تعاني من صعوبات داخلية وتعتبر بلدا صغيرا. بالنسبة للكهرباء، أنه الإنسان بمقدور يدفع فاتورتين لو عم يجيبونا الكهرباء العادية، واحد بقول ما بنسمع إلا وعود وعود، بيروح وزير بيجي وزير على بيعطونا وعودات ما فيها تصديق، لا خلينا على الاشتراك أحلى. المشاكل تتفاقم يوما بعد يوم في هذا البلد الصغير مع استمرار تبادل الاتهامات بين المسؤولين اللبنانيين بشأن ما تمر به لبنان حاليا من الحروب التي تدفع بها لبنان ما بين الحين والآخر، وعدم توافق اللبنانيين على اختيار رئيس لهم منذ عام 2014، ونقص في خدمات الكهرباء التي تعتبر المعضلة الأقوى التي تواجه حركة النمو الاقتصادي ليس في لبنان فقط بل في أي بلد آخر. تمكنت قوة من العشائر العراقية مدعومة بالجيش وبإسناد من طيران التحالف الدولي من تنفيذ عملية نوعية اليوم في منطقة دولاب غرب الأنبار ضد تنظيم داعش الإرهابي. في غضون ذلك هاجم تنظيم داعش الإرهابي قوات البشمركة الكردية في محاور بعشيقة والكوير والخازر شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 عناصر من البشمركة، كما شن مسلحو التنظيم هجوما على محور بعشيقة شمال شرق الموصل، حيث تمكنت البشمركة من صده وكبدت داعش خسائر في الأرواح. وفي اليمن أفادت تقارير إعلامية أن حلفاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ضبطوا أسلحة كانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين داخل شاحنات تحمل لوحات عمانية، لكن لم يظهر ما يدل على صلة سلطات عمان بالأمر. يأتي هذا فيما قصفت طائرة دول التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصلح في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، مستهدفة مخازن للأسلحة والذخيرة في استاد المدينة. في الوقت نفسه قتل 9 من الحوثيين وأصيب 13 آخرون خلال المعارك التي تدور بين الميليشيات وقوات المقاومة في محافظة البيضاء المجاورة لمدينة ذمار. فترتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها بعد قليل تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في منسوتا، رئيس بلدة نيويورك يؤكد أن دافع من وضع قنبلة منهاتن لا يزال مجهولا.
أولى وقفاتنا في هذه الفترة الإخبارية شاملة مع الأخبار المالي والأعمال. أنباء الاقتصاد مع زميل حنان الخولي. لك حنان. أمل ونجلاء شكرا لكم مشاهدينا، أهلا بكم. وهذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها: المركزي للإحصاء يعلن تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية بواسطة الدولة خلال 5 سنوات. إلى التفاصيل، حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من 2009 إلى 2015 بواسطة القطاع الحكومي والخاص قد بلغ 1.2 مليون وحدة باستثمارات تبلغ 109.6 مليار جنيه منها. وأوضحت البيانات أن 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكومي والأعمال العام بنسبة 41.7%، وقد بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3% من إجمالي عدد الوحدات المنفذة. نفت وزارة الزراعة وجود أي رابط بين القرار الروسي بفرض قيود مؤقتة لاستيراد الموالح والفواكه المصرية وأزمة فطر الأرجوت، والذي رفضت مصر بسببه استمرار استيراد الأقماح الروسية والتي تحتوي على نسبة من الفطر. أوضحت الوزارة أن أزمة فطر الأرجوت من البداية تكمن في أن مصر لا تحتوي على هذا الفطر. وأوضحت الزراعة أنه عندما تم استيراد أقماح من روسيا تحتوي على الفطر، اجتمع عدد من العلماء وقرروا أن هذا الفطر قد ينتشر في مصر ويهدد ثروتها النباتية، وتم تحديد الحد الأقصى المسموح به من نسبة الفطر المقبولة بأنها 0.5%، وهي النسبة العالمية. من جهتها أكدت وزارة الزراعة، وأكد وزير الزراعة عصام فايد، أكد أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة عالمية ودرجة قبول واسعة. وشكلت وزارة الزراعة لجنة رفيعة المستوى للتفاوض مع الجانب الروسي لبحث مستجدات الموقف حول قرار الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري بخصوص فرض قيود مؤقتة على الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية. وقد أعلنت وزارة التموين أنها تستهدف استلام قرابة 2 مليون طن أرز هذا العام لتوفير الاحتياجات التموينية وفارق نقاط الخبز. وفي تصريح خاص للنيل، أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين، أعلن أنه تم وضع خطة لاستلام محصول الأرز هذا العام بالتعاون مع لجنة الزراعة في مجلس النواب. طبعا احنا يعني تنبأنا مبكرا بهذا الملف، وتم اعداد مجموعة من الضوابط، ومعالي الوزير طبعا بيشرف على اعداد هذه الضوابط ومراجعتها، وتم اعدادها منذ فترة بالتعاون مع لجنة الزراعة في مجلس النواب. احنا مستهدفين، عندنا مضارب طبعا القطاع العام اللي هي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكانت اعلنت الوزارة منذ فترة ان هي بتستهدف ان هي تحصل على 2 مليون طن ارز شعير، وبالتالي تؤمن يعني احتياجات البطاقات التموينية وتؤمن أيضا سلع نقاط الخبز، وبنطرحه في كافة منافذ الوزارة بالسعر الرسمي اللي هو موجود 4.5 جنيه. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين تكثيف المعروض من السلع الغذائية في المنافذ التابعة للوزارة للسيطرة على الأسعار في السوق. ويأتي هذا في حين طالب المواطنون الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار المغالين في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
بإقرار قانون القيمة المضافة، استغل بعض التجار الجدل حول تطبيق الضريبة على عدد من السلع ومعافاة البعض الآخر، الأمر الذي دفع المواطنين إلى مطالبة الدولة بدورة مواجهة جشع التجار. لازم الدولة تبقى متابعة الأسعار عن طريق مراقبة الأسواق باستمرار، يعني مش فترة تنزل حملة تفتش على الأسعار وخلاص وتنتهي، لازم يبقى في استمرارية للمتابعة، لازم يبقى في عقاب رادع. الحل إن التاجر يهدي شوية أو يخلي الضريبة المضافة مش كلها يرميها على المستهلك، يرمي جزء عليه وجزء عليها، تقوم الحاجة بدل ما تغلى بنسبة 100% تغلى بنسبة 50%، المستهلك مش هيشتكي والتاجر مش هيشتكي. تحارب الجشع بتاع الدكور، السوق السوداء شغال بطريقة فظيعة، فالمجمعات المستهلكية ده يبقى أكيد يبقى فيها رقابة، لأن برضو لو ما فيش رقابة هنرجع برضو للجشع الدكور تاني. وزارة التموين من جانبها وضعت خطة للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بكثافة من خلال طرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية وزيادة منافذ البيع. احنا بنتيح مجموعة كبيرة جدا من السلع الأساسية بكميات كبيرة جدا وتكفي احتياجات البلاد لشهور قادمة، وده بيؤمن احتياجات البلاد، وبالتالي بطرحها بالأسعار الرسمية أو الأسعار المخفضة، يعني زي كيلو السكر 5 جنيه، الرز ب 4.5، الزيوت بتبدأ من 8.75 جنيه، اللحوم من أول 60 جنيه، أيضا الدواجن الكيلو من أول 20 جنيه. عندنا منافذ وزارة التموين عددها أكثر من 30,000 منفذ ما بين جمعيتي ومجمعات استهلاكية وبقالين، هذه المنافذ بتعرض هذه السلع، وفي جزء كبير أو عاتق كبير جدا بيقع على الوزارة والجهات التابعة في مجال الرقابة على الأسواق. ويطالب اقتصاديون البرلمان بوضع قوانين جديدة تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، فضلا عن وضع قوانين تمنع تصدير السلع الاستراتيجية إلا في حالة وجود البديل وبسعر مناسب. أشرف مبارك، النيل. تنطلق غدا الاثنين أعمال مؤتمر يوروماني بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأخبراء الاقتصاد في القطاعات المختلفة. ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين يناقش الوضع الاقتصادي الحالي لمصر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة. نتحول للبورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها اليوم تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 275.5 مليون جنيه. إذن بأخبار البورصة المصرية وصلنا مشاهدينا لختام هذه النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع أمل ونجلاء. إليكم مرة شكرا لك يا حنان. ومن جديد، هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق غدا الاثنين. تكثيف الرقابة على الأسواق والتحرك الميداني والتواصل مع المواطنين أبرز ما تناوله لقاء رئيس الوزراء مع المحافظين. قوة الجيش الوطني الليبي تستعيد السيطرة على مينائي السدر وراسلانوف بعد معركة عنيفة مع جهاز حرس المنشآت النفطية. غارة جوية تستهدف أحياء حلب الشرقية للمرة الأولى منذ بدء الهدنة، وروسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار.
أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم مسؤوليته عن الهجوم بالسلاح الأبيض الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح مساء السبت في مركز تجاري بولاية مينيسوتا الأمريكية. كانت سلطات الولاية قد أعلنت إصابة 8 أشخاص عندما قام مسلح بطعنهم بالسكين في مركز تجاري. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس بلدية نيويورك أعلن اليوم أن دافع من وضع القنبلة التي هز انفجارها السبت حي تشيلسي في مانهاتن أصاب 29 شخصا لا يزال مجهولا حتى الآن. وجهت الهند اتهاما مباشرا لباكستان بالمسؤولية عن هجوم نفذه انفصاليون اليوم على قاعدة للجيش بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، مما أسفر عن مقتل 17 جنديا. وأوضح المتحدث باسم الجيش الهندي أنه تم التأكد من مقتل 4 من المهاجمين بعد اختراقهم القاعدة العسكرية. حقق حزب روسيا الموحدة الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت في روسيا حاصدا 44.5% من الأصوات، وذلك وفق استطلاع أجره معهد روسي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع. كان الحزب الحاكم بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين حقق 49% من في الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2011، وتقدم اليوم على حزب اليمين 15.3 والذي أحرز تقدما بأربع نقاط بالنسبة إلى عام 2011، وعلى الحزب الشيوعي الروسي والذي تراجع بخمس نقاط. وشهدت هذه الانتخابات للمرة الأولى مشاركة سكان شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. والآن ما أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة تأتينا بها زميلة حنان عطف. إليك حنان. شكرا نجلاء وأمل. ينفي معرض سالونيك التجاري لدول شمال اليونان ممثلة في العديد من الشركات الخاصة. هذا وقد لقي الجناح المصري زحاما شديدا من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم وعشقهم للمنتجات المصرية. في ثاني أكبر مدن اليونان في شمال البلاد جاءت المشاركة المصرية في المعرض التجاري الدولي بمشاركة العديد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويعتبر المعرض أكبر حدث اقتصادي وتجاري سنوي في اليونان. ما زلنا بنحاول إن احنا نعمل مستوى جيد للصناعة المصرية، وبنحاول نفتح سوق، تعرف أوروبا سوق كبير لمصر. بنشارك بمنتج عالي الجودة، ودوت بيدي الفرصة لليونانيين ان هم يتعرفوا على الشغل المصري والمنتج المصري، ومنشجع السياحة عشان السياحة ترجع تاني ويبقى في استقرار، واحنا الحمد لله دلوقتي مصر بقى فيها امان وفيها استقرار. زوار المعرض أثنوا على المنتجات المصرية التي جاءت بمعرفة شركات ذات إنتاج متميز، وعرضت الشركات المصرية منتجات خان الخليلي والمنتجات المحلية واليدوية، ومنها تشكيلات من الزجاج الحراري والصدف والفضيات والجلود والنجف والأحجار الكريمة، كما تعمل المشاركة المصرية على جذب السياح لمصر. بنحاول نسوق الشغل المصري كله، بنسوقه برا الخارج بحيث ان احنا نفتح مجال للسوق المصري برا في الخارج، بنسوق للدول الأوروبية او للدول العربية. احنا هنا طبعا مشاركتنا في المعارض دي بتساهم في الاقتصاد الوطني، بنحاول ان احنا نجذب السياح لمصر ونعرفهم على مصر من الصناعة اللي هي المصرية دي. التواجد المصري في السوق اليوناني كبوابة إلى بقية أوروبا جاء بدافع من السلطات اليونانية التي أعلنت مرارا أنها تقف بجانب مصر الدولة المؤثرة في المنطقة، ومع تطلعات الشعب المصري في رسم مستقبله وإعادة الأمن والاستقرار. المشاركة المصرية في مثل هذه المعارض الدولية تعمل على ترويج المنتجات المصرية في الخارج، وتساهم في دعم السياحة والاقتصاد الوطني. عبد الستار بركات، النيل، تسالونيكي، شمال اليونان. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق غدا الاثنين. تكثيف الرقاب على الأسواق والتحرك الميداني والتواصل مع المواطنين أبرز ما تناوله اللقاء رئيس الوزراء مع المحافظين.
قوات الجيش الوطني الليبي تستعيد السيطرة على مينائي السدر ورأس لانوت بعد معارك عنيفة مع جهاز حرس المنشآت النفطية. قوات الجيش الوطني غارات جوية تستهدف أحياء حلب الشرقية للمرة الأولى منذ بدء الهدنة، وروسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء. إلى اللقاء.